هذا الحوار. نادين، كيف نظرتي إلى هذه الكلمة الليلة من بعد ما كان يتوقع البعض أن تكون كلمة قاسية تأتي مباشرة من الرئيس اللي بالفعل يعني يتراجع في الكثير من الولايات خلال الأيام الماضية، أتت كلمة هادئة جدا، لماذا باعتقادك؟ ربما، أهلا وسهلا بكم أولا مشاهدين. ربما اللهجة هادئة، ولكن مضمون الكلمات هو ليس هادئ، هو يهاجم كل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وهو يحفز كل الأمريكيين لأن ينتفضوا على هذه النتائج. هو يرى في فرز الأصوات خطأ، هذا في الولايات التي تعتبر تحقق تقدما بالنسبة لبايدن، أما الولايات التي تحقق تقدما بالنسبة لرئيس ترامب فهو لا يطلب إعادة فرز الأصوات. اللهجة هادئة ربما لأنه محبط قليلا، ولكن ألا تعتقدين نادين أنه يحق له أن يذهب إلى القضاء؟ يعني البعض يقول أنه للقضاء الحكم، وبالتالي أليس من حقه اليوم أن يتوجه مباشرة وأن يدقق بهذه النتائج؟ هو بالفعل ذهب إلى القضاء وتم رفض قضيتين أو ثلاثة حتى الآن، وسيذهب مجددا وسينظر القضاء في أي أدلة، يهتمون جدا بهذه التفاصيل. هنا اختيار رئيس جديد في أوقات حرجة جدا من التاريخ الأمريكي لمدة 4 سنوات. عملية يجب أن تكون ديمقراطية بالكامل، لن يهمل القضاء أي تفصيل ممكن أن يكون فعلا هو فرقا في تنفيذ الديمقراطية، ولكن حتى الآن هي مجرد اتهامات، ليس هناك أي دليل. إنما هو لأنه يرى هناك تراجع في نقاطه بفعل أن الأصوات التي تفرز هي أصوات الناس التي سجلت عن طريق البريد، وهؤلاء ممن يتبعون سياسات الحجر، وبشكل طبيعي الذين يتبعون سياسات الحجر من المعروف سابقا أنه أغلبهم من الديمقراطيين. صحيح. فموالي الرئيس ترامب هم من الذين يعتقدون أنهم يجب أن يتحدوا هذا المرض ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ويفتحوا الاقتصاد. هذه وجهتين نظر موجودتين في الولايات المتحدة، والوجهتين تحترمان وتنظران، ولكن لا يمكن إيجاد هذا الشرخ الكبير في هذا الوقت العصيب في الولايات المتحدة حاليا. يمكن اللجوء إلى القضاء، ولكن نتمنى أن لا تحدث اضطرابات كبيرة. سنعود إلى مسألة الاضطرابات وما يمكن أن تحدثه هذه النتائج التي تظهر، لأنه بالفعل الشارع بدأ بالتحرك بشكل كبير خلال الأيام الماضية. فقط للتوضيح، خسرت حملة الرئيس دونالد ترامب حكمين قضائيين في ولايتي جورجيا وميشيغان كما ذكرتي لنا يعني نادين قبل لحظات. سيد داني، يقول الرئيس الانتخابات عرفت موجة حمراء لا موجة زرقاء كما يعتقد خصومنا، هل توافق على هذا الكلام؟ لا. نعم، من الصحيح بأن الرئيس طبعا قد أدى أحسن مما كان متوقعا، وصحيح أيضا بأن طبعا في مجلس الشيوخ كان أداء الجمهوريين متقدما وجيدا وحتى في مجلس النواب. ولكن بشأن موجة الزرقاء والموجة الحمراء، أنا أجادل بأن ما هو على المحك اليوم وما هو مهم الآن هو الطريقة التي طبعا تقود فيها الولايات المتحدة أمورها في الأيام الباقية من حساب الأصوات. خطاب الرئيس ترامب كان أحد الخطابات غير المسؤولة التي ألقيت في 4 سنوات في رئاسته. لقد طبعا ألقى خطابات مريعة في العديد من الأوقات، ولكن أنا أوافق على السيدة نادين بأنه يعطي تصريحا للناس الذين يعارضون جو بايدن بأن يذهبوا إلى الشوارع وأن يفعلوا ما يحلو لهم، لأنهم سيشعرون بأن الانتخابات لم تكن شرعية. وطبعا هذا غير مسؤول بكل تأكيد. ليس فقط هذا، كما أنه خطأ، ليس هناك أي أدلة ملموسة، وبالعكس ولاية بعد ولاية وبعد ولاية كلها قالت بأن الانتخابات كانت جرت في أمور في ظروف سلمية وغيرها. محاولة قلب هذه الأمور يفعلها الرئيس ترامب، وهذا طبعا يمثل إحراجا بأن نرى الرئيس يقود الأمور بهذه الطريقة. ونأمل فقط بأنه في الأيام المقبلة بأن يكون الشعب الأمريكي هادئا، وبأن يمكن طبعا أن يذهب إلى المحاكم ويترك القضاة يحكمون. سنتحدث عن الشارع وعن ضرورة
صورة يعني هدوءه في هذه المرحلة. البعض رأى بطبيعة الحال أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ بعين الاعتبار ما الذي يحصل في الشارع خلال هذه الكلمة. لكن حتى أعود إلى نقطة يعني هذه الموجة اللي تحدث عنها الرئيس ترامب واللي اعتقد أنه اليوم بالفعل تعرف الولايات المتحدة من خلال هذه الانتخابات دائما هذه الموجة الحمراء. نادين، من تابع حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طوال يعني الأشهر الماضية كان ينتظر فوز كاسح لجو بايدن في غالبية الولايات، تحديدا من بعد ما قالت هذه الحملة أنه الرئيس دونالد ترامب سيتحمل تبعات تعامله أو إدارته لأزمة كورونا. هل حصل ذلك؟ يعني اليوم نرى تقارب كبير في فرز الأصوات في عدد كبير من الولايات. عند التدقيق بالنظر، عندما نعود للوراء قليلا ونتذكر كيف كنا ندقق بالاستطلاعات، الاستطلاعات كانت تقول في مجملها أن ولايات الحسم أو ولايات التي تجري عليها معركة الانتخابات تدل على أنه ستكون هناك معركة حامية الوطيس، فالتزاحم شديد، المنافسة شديدة، هي الولايات فعليا التي تجري فيها هذه، بالإضافة إلى فلوريدا. فلوريدا نجت بدون أن تكون فيها تزاحم شديد. لماذا باعتقادك نادين، قبل ما تتابعي حديثك، لأنه بالفعل فلوريدا يعني حتى ذكرها الرئيس الليلة كان متوقع فيها أن تكون النتيجة مغايرة، أليس كذلك؟ فلوريدا لها خصوصية معينة. أولا، فلوريدا هي مزيج من المهاجرين من أصول إسبانية بحكم قربها من جزر الكاريبي. ثانيا، هناك فيها البيض والسود. البيض تعرفين أن ملاعب الجولف لرئيس ترامب موجودة فيها، منشآته الاقتصادية موجودة فيها، له قاعدة كبيرة فيها. هناك خوف عندما تقوم استطلاعات الرأي بمحاولة فهم توجهات الناس في فلوريدا إلى أين ستكون، قد تعطي خطأ. ليش؟ لأنه الناس قد تخاف من إدلاء برأيها، لأن الأغلبية تؤيد رئيس ترامب، وهذا ما أظهرته النتائج الانتخابية. مع العلم أن الديمقراطيين كانوا يراهنون على هذه الولاية نادين. نعم، الديمقراطيين عملوا جهدهم لكي يستنهضوا كثير من الأصوات في ولاية فلوريدا، وقد رأينا تقدما، يعني الأرقام لم تكن جدا متباعدة ولكنه نجح فيها، لم نرى تأخر كبير في النتائج. فلوريدا لها خصوصيتها، وكان من المتوقع أساسا أن تكون جمهورية، يعني لم يكن رهان عليها كبيرا. رهان كان على الولايات التي يجري فيها رهان حاليا، وهي بنسلفانيا وميشيغان وبعض الولايات الوسط، ومنها كثير من فاز بها فعلا نائب الرئيس الأسبق بايدن. أما ما يجري الآن هو التأخر في البريد، هو أمر طبيعي وهو معروف من الأساس أن هذا ما سيحدث، وكان يتكلم به سابقا في الإعلان. لماذا الآن يواجه بكل هذا الانتقاد والرفض والطعن والاتهامات لإسقاط هذه الانتخابات؟ هذا لا يمكن. طيب، بما أنه تحدثنا عن فلوريدا معك نادين، أشير هنا سريعا إلى يعني النتيجة اللي حققتها هذه الولاية. دونالد ترامب 51.2% مقابل 47.9% لجو بايدن. سيد داني، هذه الولاية أشار أيضا إليها الرئيس الأمريكي، هو اللي قال أنه ما حصل في فلوريدا بالتحديد، أضاف أيضا إن لم أكن مخطئة تحدث عن أوهايو أيضا، كان دليل على أنه استطلاعات الرأي كانت زائفة. هل يمكن القول هنا في هذا الإطار أنه بالفعل الديمقراطيون كانوا يراهنون على فلوريدا؟ كانت قد ذكرت نادين أنه الأمر كان مستبعد، واللافت أنه جو بايدن قبل بدء عملية الفرز أو مع بدئها قال أنه ليس لدينا حظوظ كبيرة في فلوريدا. من الواضح بأن هناك مشكلة في استطلاعات الرأي في السياسات الأمريكية، وعليهم إصلاح ذلك. كان هناك الكثير من الخطأ في 2016 في استطلاعات الرأي، وهناك أيضا استطلاعات خطأ في استطلاعات الرأي في 2020. ومن المثير للاهتمام، وأعتقد بأن الخبراء في العلوم السياسية سينظرون في هذه الأمور. قال بعض الناس في الأيام الأخيرة بأن دونالد ترامب طبعا شخص صعب
لمواجهته فهو غير تقليدي وليس له مثيل في وهو طبعا لديه شخصية ولديه كاريزما. وحينما طبعا استطلاع الرأي مثلا تتحدث مع الناس وتقول لهم هل ستؤيدون ترامب أم بايدن، فطبعا مؤيد ترامب لا يقولون الحقيقة أو أنهم لا يردون على السؤال. وأيضا هناك جمهوريون كما قلت يخفون هذه الأمور. إذا أعتقد بأنه ينبغي النظر بالتدقيق في استطلاعات الرأي. وحتى الجمهوريون الذين يؤدون استطلاعات الرأي كانوا يقولون بأن بايدن متقدم. طبعا هذا يشير إلى فشل استطلاعات الرأي لأن تبدي ما يحدث. وما نراه اليوم هو أن الرئيس بدأ رئاسته في 2017 بوضع لجنة، إذا تذكرتم أنشأ لجنة للنظر في التزوير في الانتخابات، وطبعا لم يكن هناك أي دليل على تزوير في الانتخابات. وطبعا تم حل تلك اللجنة ولم تقدم أي نتيجة، وطبعا كان ذلك كارثة بكل المقاييس. والآن الرئيس ينهي رئاسته، لأنني أعتقد بأن رئاسته ستنتهي في نهاية السنة. هو ينهي رئاسته بنفس المزاعم بشأن التزوير في الانتخابات. ومن المثير اهتمام بأنه في فلوريدا لم يقل بأنه كان هناك تزوير، وفي أوهايو أيضا لا يدعي أن هناك تزوير، وفي كانساس ونبراسكا وكل الولايات التي فاز بها. أما الولايات التي يخسر فيها فإنه يقول إن هناك تزويرا. طبعا هذا لا يتمتع بمصداقية. نادين، لم تصدق استطلاعات الرأي لا في العام 2016 ولا في العام 2020 حتى الآن. هل تعتقدين أن هذا يعني الأمر المتعلق باستطلاعات الرأي والأهمية التي تكتسبها هذه الاستطلاعات طوال الفترة التي تسبق الانتخابات يجب العمل عليها لتغييرها أو بالفعل حتى تصبح أكثر دقة في الانتخابات اللاحقة؟ بالطبع استطلاعات الرأي يجب العمل عليها باستمرار. مثلا في عام 2016 كان هناك بعض الأماكن التي وقع فيها الخطأ، مثلا أهملوا بعض الفئات من اليافعين ومن ذوي التعليم المحدود. الآن حاولوا أن تتفادوا هذه المشاكل خلال هذه الاستطلاعات، ولكن لابد أنهم سيجدون أن هناك مشاكل أخرى لم ينتبهوا لها. إنما أنا أرى في نفس الوقت أن كثيرا من هذه الاستطلاعات هي ليست سيئة بالكامل. الولايات المتأرجحة نرى فيها الآن تنافسا شديدا، معنى ذلك أن هذه الاستطلاعات ليست سيئة بالكامل، فيها أخطاء، ولكن فعلا أعطت بعدا عما يمكن أن يجري. وما نراه حتى الآن النتائج لم تحسم بعد، ليس هناك رئيس رابح بعد، ليس هناك فائز. لكن ألا تؤثر نادين على مزاج الناخب؟ يعني في كل مرة نتساءل إن كان بالفعل لهذه الاستطلاعات تأثير واضح على مزاج الناخب الأمريكي. الاستطلاعات يلجأ لها الناخب الأمريكي من باب التشوق ومحاولة معرفة ماذا يمكن أن يحدث، ولكن أن يبني رأيه بناء على الاستطلاعات كان من يحاول أن يبني رأيه ليدفع بالأقوى أو يدفع بالأضعف، أن أستبعد هذا. إنما من يقومون بالاستطلاعات هم من الذين يحاولون أن يقوموا بالدراسات والاستشارات والبحوث لتوفيرها لوسائل الإعلام، توفيرها للعامة، أكثر من أن تكون هي حافز. قد تلعب دورها بشكل عام على الرأي العام لدفعه بشكل عام توجيهه، ولكن استبعد جدا أن يكون هذه الغاية منها. الغاية منها هي خدمية إعلامية بالشكل الأساسي لتوفير داتا للناس ومعلومات جيدة. وهذه الطريقة الوحيدة للقيام بالاستطلاعات، أن يأخذوا شرائح مختلفة ومعينة، مثلا 1000 شخص من كل منطقة أو كل ولاية. لاحظي أن كثيرا من الناس لا يرغبون بالرد على الاستطلاعات، ومن يجيب على الاستطلاعات عادة منهم مثلا كبار السن الذين لم يعودوا يخافوا من شيء. في الغالب الناس تحاول أن تتجنب الرد على الهاتف بخصوص موضوع الاستطلاعات. صحيح. أو ملء استبيان، لا يرغبون جدا بإدراج بياناتهم في استطلاعات كهذه، خصوصا الظروف السياسية تتغير والأمور تتغير. داني، يعني الرئيس ترامب اتهم الديمقراطيين اليوم في كلمته بالتلاعب بعملية احتساب الأصوات وإخفاء الحقيقة. كيف يمكن إخفاء الحقيقة أو التلاعب بأصوات انتخابات رئاسية أمريكية؟ هل يمكن لذلك أن يحصل بالفعل؟
هو يقول ذلك ولكن ليس هناك أي دليل على ذلك. طبعا أنا في تويتر اليوم كان هناك تقرير من التلفزيون أعاد تغريدة كتبها الرئيس حيث دعا لأن يكون هناك شفافية أكبر وأن يسمحوا للناس ليروا ما يحدث حقا. ومراسل التلفزيون قال بأن هناك كاميرات تلفزيون داخل كل الغرف التي يتم احتساب الأصوات فيها. إذن كم من الشفافية يمكن أن تحصل عليها أكثر من ذلك؟ إذن الرئيس يمكن أن يقول ما يحلو له، ولكن أود فقط أن أقول للمشاهدين أيضا بأن الرئيس ترامب مشهور لإلقاء مزاعم خاطئة. قال قبل 4 سنوات حينما كان أوباما رئيسا، وطبعا ألقى مزاعم خاطئة كثيرا. الأصوات طبعا المتبقية ستحتسب بكل تأكيد في الولايات المتأرجحة في بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا، أعتقد بأنها ستكون في صالح الرئيس. ولكن أهم شيء وأعتقد بأن هذا ما سيحدث هو أنه سنسمح لكل الأصوات بأن تحتسب وندعو الناس لأن يكونوا هادئين، وأعتقد بأنهم سيكونون في مجملهم وسنرى النتائج. الرئيس قال بأنه يريد أن يتحدى النتائج في ويسكونسن. طبعا ويسكونسن مثلا كان هناك فقط 0.6%، والقانون يقول أنه الخاسر يمكن أن يلجأ إلى القضاء، إذن يمكنه أن يفعل ذلك. وإذا كان هناك طبعا هامش كبير أو هامش صغير يمكن أن يتحدى أيضا هناك ويمكن إعادة الفرز. نعم، ولكن الخطأ الكبير يكمن في أن يسمح للرئيس بأن مثلا هو كان في كل قنوات التلفزيون حتى رأى بأن ما كان يقوله كان كذب، والقنوات الكبرى CBS NBC ABC قطعت الخط عنها، والراديو أيضا قطعت الخط عنه. فوكس نيوز الآن بدأت تتراجع، وربما CNN وفوكس طبعا تستمر في طبعا إذاعة خطاب. ولكن حين الرئيس يبدأ في الكذب فإنهم يقطعون الخط أو الهواء عنها. لذلك لا أعتقد بأن الفكرة جيدة بأن يكرروا ما يقوله الرئيس، لأنه ليس هناك أي أساس لما يقوله ويجعل الأمور غير مستقرة. لكن سيد داني، حملة الرئيس ترامب تقول أنه لديها فيديوهات توثق عمليات التزوير، ما تعليقك على هذا الكلام؟ لو كان لديهم أي فيديوهات، وطبعا حتى مثلا يتم تحدي الحسابات، عليهم أن يذهبوا إلى المحكمة ثم يقدمون دعوة، وفي الدعوة يقدمون الدليل ويقولون ما حدث ومتى حدث وأين حدث ومن فعل ذلك. إذا استطاعوا أن يكون لديهم دليل ملموس فطبعا سيقبل القاضي هذه الدعوة. ولكن كما قال ضيفك فهناك كما قلت رد ورفض لدعاوى القضائية، لأنه ليس هناك أي دعاوى مقبولة، والدعاوى كتبت كأنها في مدرسة أو كتبها طالب في المدرسة الابتدائية. إذا كان هناك أدلة فليدع القاضي يقرر، ولكن ليس هناك أي دليل ملموس قد قدم إلى القضاء. أستاذ نادين، البعض طرح سيناريو توجه الرئيس إلى المحكمة العليا، هل تجدين ذلك ممكنا؟ هل ممكن أن نكون أمام سيناريو انتخابات 2000 من جديد؟ أعتقد أنه سيفعل ذلك، نعم، سيحاول اللجوء إلى المحكمة العليا، ربما سيحاول الأعضاء من الحزب الجمهوري ثنيه عن ذلك، ولكنه سوف يحاول جهده التوجه إلى المحكمة العليا، لأنها الشيء الوحيد الذي بين يديه الآن للحفاظ على الرئاسة. ولكن هذا الفعل لن يؤدي إلى مزيدا من الاضطرابات، لن ينفعه ذلك بشيء، لا أعتقد أنه لديه أي دليل فعلي، هو مجرد كلام. لو كان لديه أي دليل فعلي هو بالفعل توجه إلى المحكمة العليا في أكثر من مرة، عدة قضايا رفضت وهناك قضايا سترفض أعتقد أن غالبا، فيما إذا كان سينتظر انتهاء الانتخابات، لأنه من المفترض أن ينتهي الفرز، ربما سيكون للمحكمة العليا رأي آخر بعد انتهاء الفرز وصدور النتائج، لن يؤدي إلى مزيد من التعقيدات. يعني لماذا هو يرفض فكرة أنه قد يخسر الانتخابات؟ عوامه كانت حافلة بكثير من الأمور التي عارضه فيها شرائح كثيرة من المجتمع
الأمريكي من السياسيين، من المهاجرين، من السود، حدثت احتجاجات كبيرة، قتل كثير من الناس، جاءت جائحة كورونا وهدت الاقتصاد. يعني هناك مبررات لأن لا يكون رئيسا لأربع سنوات أخرى، وعليه أن يقبل هذا الموضوع فيما إذا نجح نائب الرئيس الأسبق بايدن بالفوز بالانتخابات. لكن قد يفوز، وأيضا ما زالت لديه فرصة بالفوز، هناك ولايات معينة قد تعطيه الرقم الذي يجب أن يحصل عليه من المجمع الانتخابي ويفوز، إنما هو في بشكل استباقي يعلن أنه يخسر، ولكن هذا ليس صحيحا. النتائج لم تظهر بعد، هناك مئات الآلاف من الأصوات التي لم تحصى، إن لم تكن أكثر من ذلك، وما عندنا إلا سوى الانتظار. صحيح، بطبيعة الحال هو لا يزال متقدما في ولايات مثل جورجيا، نورث كارولينا وبنسلفانيا حتى اللحظة، وبالتالي سنكون بانتظار نتائج ولايتي نيفادا وأريزونا التي ممكن أيضا أن تحسم نتيجة هذه الانتخابات. شكرا لك بطبيعة الحال نادين ساندرز الصحفية اللي شاركتنا هذا الحوار من نيويورك، والشكر موصول أيضا لضيفنا من واشنطن المساعد السابق لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلو داني وايس. إذن المزيد عن التصوير